تشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالا لافتا على تلقي مختلف التطعيمات حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئة وتسعة وأربعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وتسعين ألف شخص هذا وحصل على الجرعه المنشطه من التطعيم اكثر من مائتين وسبعه الف شخص